بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى موقع صرخة وكل الطاقم المشرف عليه، كما أشكرهم على هذه المبادرة الإعلامية القيمة التي تأتي في ظرف خاص من الموسم الدراسي الحالي. فيما يتعلق بسؤالكم المتمحور حول نظام المطعم الذي اعتمدته الأكاديمية الجهوية لجاسوس مسا، هذا النظام هو يأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة للتلاميذ سواء على المستوى الكمي أو على المستوى الكيفي، ثم في إطار تدبير للوجبات الغذائية والارتقاء بها إلى مستوى أفضل. كما يعلم الجميع أن هذا النظام ديال التغذية يعني عرف تطورات متعددة في السنوات الأخيرة، حيث كان يدبر عبر مجموعة من الصفقات التي كانت تعقد على مستوى الأكاديميات والمديريات الإقليمية التابعة لها، بحيث على سبيل المثال يمكن أن نبرم 7 إلى 8 صفقات لكي نقوم بتغذية يعني التلميذ في وقت معين، وهذا يتطلب جهد كبير أولا للتحضير لهذه الصفقات السبعة. نعطي مثال، مثلا صفقة اللحم، صفقة الخضار، صفقة التوابل، صفقة الخبز، صفقة يعني العوان ديال الطبخ اكسيتيرا. لأن هناك مجموعة من الصفقات التي كانت تدبر وتأخذ وقتا تدبيريا كبيرا، وبالتالي لما نحاول أن نقيم للخدمات المقدمة في أي مكان نجد في أغلب الأحيان أن هذه الخدمات غير مرضية. ده من جهة. من جهة أخرى القيمة المنح عرفت بدورها تطورات كبيرة، حيث انتقلت قيمة المنحة في ظرف 3 سنوات من 7 دراهم ل 14 درهم اليوم بالنسبة للكمي، ثم انتقلت بعد ذلك إلى 20 درهم. ملي كنمشي ونشوفوا يعني ماذا يقدم للتلاميذ وكيف تقدم تلك الوجبات، لا نجد فرقا ملحوظا بين قيمة المنحة التي كانت ب7 دراهم والقيمة التي هي 20 درهما. بالتالي بدأ التفكير في ابتداء نمط من الأنماط التي يمكن أن تساهم في تحسين هذه الخدمات على المستوى أولا الكمي ثم على المستوى الكيفي. فالأكاديمية ديال جاسوس مسا قامت منذ 2 سنين بدراسة استطلاعية لكي نقيم هذه الصفقات اللي ذكرنا عليها، ونشوفوا التكلفة الفردية للتلميذ، نقارنها بما يقدم له يعني في أي مكان. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى تجربة طيلة سنة بأكملها في إحدى الثانويات الإعدادية لكضم داخلية، وطبقنا فيها هذا النموذج ديال المطعم الذي يعتمد على تجميع صفقات 7 في صفقة واحدة تسند لشركة مختصة في التغذية. وهنا في هذه الحالة هذه احنا تنعرفوا غير الخدمة، ما تنبقاش متبعين هذيك الشركة شنو شرات ولا شنو كيفاش دبرت على ذاك الشيء، هذا ما تهمناش. حنا تهمنا المنيو يعني الوجبة الغذائية شنو خصو يتقدم فيها، واش ذاك الشيء اللي تقدم هو وفق المواصفات اللي تم اتفاق عليها مسبقا. بالنسبة للبيرسونيل ديال اللي خدام هو مع الشركة، حنا كنعرفوا أن البيرسونيل يكون يعني الناس اللي تيشتغلوا يكونوا في حلة جيدة، يكونوا ناس مخصصين، يكون عندهم الدبلومات ديالهم، الزيت ديالهم عنيق وكيسوا في الشروط، ثم أن التلاميذ ديالنا كياكلوا في ظروف جيدة، واعتمد على الوجبة الفردية ماشي وجبة جماعية، وهذيك الوجبة الفردية تكون إيكيليبري يعني تتخضع لواحد التوازن غذائي. هادشي صرنا عليه طيلة سنة من التجريب، وكانت مناسبة لزيارة مجموعة من المسؤولين وشخصيا زرت يعني المطعم عدة مرات في يعني في خلال السنة، ولما حصلت لدينا القناعة بأن التلاميذ مرتاحين هذا النمط، الآباء ديالهم مرتاحين، الشركاء ديالنا والناس اللي قاموا بهالزيارات مرتاحين، عملنا على التعميم ديال هذه التجربة هذه في السنة الموالية. همت مديرية أكادير كلها بجميع المؤسسات ديالها سواء الداخلية أو المطاعم البراسية، ثم مديرية إنزقال. في هذه السنة هذه حاولنا باش أننا نمشي حتى المديرية الأخرى اللي بقات 4 على الأقل، 1/4 حتى 5 ديال الداخليات اللي درنا فيهم هذا النمط هذا في أفق التعميم الكلي
على المستوى ديال هذه الجهه، ولا يعني اخفي شيئا ان قلت باللي يعني خلال الزياره ديال المسؤولين لهذه الجهه اللي فعلا هذه التجربه هذه استحسنوها، ويتم التفكير حاليا في تعميمها على المستوى الوطني نظرا لما تتيحه من امكانيه الترشيد، لا من حيث ترشيد الكلفه ولا من حيث التجويد ديال الخدمه. لان التجربه ديال المطعمه هي تجربه لحد الساعه يعني مرتاح لها، جميع الاطراف عبروا على الارتياح ديالهم، فيها ترشيد النفقات، فيها ترشيد الجهد خاصه الجهد التدبيري بالنسبه للاداره سواء على المستوى الجوي او على المستوى الاقليمي، وفيها استفاده بالنسبه للتلاميذ. ونقصد من كل هذا ادخال يعني تغييرات على ثقافه التغذيه داخل الاسر من خلال يعني تغيير هذا النمط على مستوى المدرسه. اذا ملي كيتعود التلميذ يتغذى بواحد الظروف معينه اكيد انه سوف يتاثر وسوف يؤثر في اسر اخرى خارج المدرسه. اذا هو نموذج هو ثقافه التغذيه. التجربه ديال المدارس الجماعاتيه هنا بالجهه ديال سوس مسا، التجربه ديال المدارس الجماعاتيه هي في الحقيقه كانت فكره في المرحله الاولى كانت جيده للغايه، لانها كانت جواب على مجموعه من الاشكالات اللي كتعرفها الصحه التربويه، خاصه في اطار معالجه الاقسام المشتركه، الحد من الاكتظاظ وترشيد الموارد البشريه. لان كما كتعرفوا واحد الفتره معينه ديال نهايه السبعينات الثمانينات كانت هناك واحد مجموعه ديال الوحدات المدرسيه منتشره في مجموعه من القرى. هاد الاقسام المشتركه، هاد الوحدات المدرسيه عفوا، هي ساهمت في تقريب الخدمات المدرسيه من الرواد ديالها، يعني من التلاميذ اللي الاكثريه ديالهم يعني موجودين في المداشر في القرى. لكن مع مرور الزمن فعل عوامل متعدده منها الهجره منها الى غير ذلك، ارتفاع نسبه التمدن، بقات النسبه ديال التلاميذ كتقل في هاد القرى، وبالتالي الاقسام المشتركه فرضت راسها. باش يمكننا نعالجوا هذا الموضوع ديال الاقسام المشتركه كان لابد من التفكير في صيغه جديده. هذه الصيغه هي المدارس الجماعاتيه اللي كنجمعوا فيها هذيك الوحدات المدرسيه كلها، كتجمع في واحد المدرسه وكنوفروا لها كل الشروط ديال التدرس الجيده، من توفير المطعم احيانا الداخليه النقل المدرسي. وهذه العمليه هذه اعطتنا امكانيه ديال تجويد الخدمه التربويه وربح موارد بشريه اضافيه. هنا الجهه الحمد لله افق الدخول المدرسي 2021 2022 غادي تكون عندنا 56 مدرسه جماعاتيه اللي منتشره في كل تراب ديال هذه الجهه. بالتالي هذا العدد سيمكن يعني من دون شك من تحسين يعني المؤشرات التربويه، واللي بدينا كنلاحظوها بحيث يلاحظ واحد التقليص مهم في العدد ديال الاقسام المشتركه. كذلك الشان بالنسبه يعني التخفيف يعني من الاقسام اللي كانت مكتظه بفعل هذه التوسعات اللي كتعرفوا فيها من المباني. فيما يتعلق بالتعليم الرقمي، حنا يمكن انه لحد الساعه ربما من سابق الاوان نتحدثوا على تعليم رقمي واحد نسبة متطورة كبيرة، لكن أن هناك إرهاسات بدأت منذ مدة. هذه الإرهاسات تطورت مع الجائحة ديال كورونا اللي فرضت علينا منذ شهر مارس الماضي، باش يعني فرضت علينا الحجر الصحي، وبالتالي اعتماد نمط التعليم عن بعد. هذا النمط ديال التعليم عن بعد في إطار تأمين الاستمرارية البيداغوجية ممكن يعني القطاع ديال التربيه والتكوين من تقديم الخدمات بنوع من الاستمراريه دون انقطاع، الشيء اللي جعلنا باش نربحوا السنه الدراسيه الماضيه. بالفعل انه ما كانش عندنا واحد التجربه كبيره بزاف هذا النمط ديال التعليم عن بعد، لكن من خلال يعني الانخراط الايجابي اللي عرفته الساحه التربويه، انخراط الاساتذه، انخراط المفتشين، انخراط الفاعلين التربويين، يعني تمكنا باش اننا ننتجوا موارد رقميه مهمه
تم انتاجها على مستوى المؤسسات، حيت في ذاك الوقت ما كانش عندنا استديوهات ديال التصوير، كانت يعني التصوير كان كيتم بالامكانات الشخصيه ديال الاساتذه ديال المفتشين وبعض الامكانات ديال المديريات الاقليميه. في هذا الاطار لابد من الاشاده بما تم انتاجه بالنسبه للجهه المستمسه، بحيث انه يكفي الاشاره ان الاكاديميه ساهمت بانتاج حوالي 1049 مورد رقمي اللي ساهمت بها الاكاديميه، واللي كانت من بين الدروس اللي تم يعني النشر ديالها والتوزيع ديالها عبر المواقع التلفزيه، بالاضافه الى مبادره اخرى تمت من طرف الاساتذه، بحيث تم انتاج على مستوى الجهه داخل الفتره ديال الحجر الصحي حوالي 9620 مورد رقمي اللي تم انتاجها من طرف يعني الاساتذه للتواصل مع التلاميذ ديالهم. هاد التجربه هذه اللي تفرضت علينا هي كانت مناسبه باش نطوروا الاليات ديالنا ويصبح عندنا هاد النمط من التعليم شبه مؤسس، بحيث ان حتى القانون الاطار كيقول بان التعليم عن بعد سيصبح مكملا يعني للتعليم الحضوري. في هذا الاطار تجهيز واحداث 6 ديال الاستوديوهات ديال التصوير على مستوى ديال الجهه. هاد الاستوديوهات هذه كل اقليم عنده الاستوديو ديالو مجهز بالتجهيزات المهمه وكيشتغل بشكل عادي، وكيمكن من يعني التصوير وتحضير مجموعه ديال الموارد الرقميه اللي كنساهموا بها، سواء في بالنسبه للدروس اللي كتبت عبر القنوات التلفزيه او بالنسبه يعني التوظيف المحلي. اليوم في الحقيقه ظروف الجائحه مكنتنا باش نتعرفوا اكثر على الاهميه ديال هذا النمط ديال التعليم والضروره ديالو، بالتالي نعدوا العده ونجهزوا المؤسسات ديالنا باش انها تكون في مستوى عالي من تقديم الخدمات على هذا المستوى هذا. وفي هذا الاطار هذا تم اعاده يعني ربط جميع المؤسسات بالانترنت بصيغه جديده سميناه الربط الوظيفي. وهذا الربط الوظيفي اللي هدفنا منه بان كل مؤسسه تعليميه تكون عندها الصلاحيه باش تربط المؤسسه بالطريقه اللي كتشوفها هي، شرطه احترام الحد الادنى المتعاقد عليه مع مزودين ديال هذه الخدمه هذه يعني لي زوبيراتور اللي حنا متعاقدين معاهم. هذا الربط الوظيفي هو تمكن داخل المؤسسه استفاده التلاميذ، استفاده الاداره التربويه، واستفاده الاساتذه في نفس الان من هذا الربط. ايضا تمكنا باش اننا نجهزوا الثانويه التاهيليه والاعداديه بالقاعات المتعدده الوسائط، واصبح الان ان الجهه جميع الثانويات التاهيليه والاعداديه توفر على قاعه متعدده الوسائط. بالنسبه للتجهيزات بقاو لنا بعض القاعات، حنا هاد التجهيزات هذه مدرجه في الميزانيه ديال 2021، بالتالي ان شاء الله غادي تكون جميع المؤسسات الثانويه والاعداديه كتوفر على قاعات مجهزه مربوطه بالانترنت بالنوع الجيد، بالتالي يعني كنكونوا مستعدين تمام الاستعداد باش اننا نزوجوا ما بين النمط الحضوري والنمط على البعد بتوفر على التجهيزات الضروريه، وهذا كان قيمه مضافه. ونحن نتجه اليوم يعني في المستقبل القريب باحداث بعض المدارس الرقميه كان عندنا في المخطط ديال الاكاديميه باش نوصلوا على الاقل في كل اقليم نحطوا واحد الاعداديه رقميه يعني اللي كتعتمد على التعليم الرقمي 100%. هذا المشروع حنا كنشتغلوا عليه باش نخرجوا كنموذج في النهايه ان شاء الله ديال 2021 ونوفروا التجهيزات الضروريه، وهذا في اطار يعني التوجه نحو ما يسمى بالمدرسه الذكيه او ما يسمى يعني سمارت سكول. هذا حنا تنشتغلوا عليه، هو اساسي سوف يمكن من تجويد يعني الفعل التربوي والخدمات التربويه، وسيمكن ايضا حتى الاسر والتلاميذ باش يمكن يتبعوا يعني المسار الدراسي ويتبعوا ما نقوم به داخل المؤسسات التعليميه. وهذا كنعتقد بلي غادي يكون واحد التطور نوعي يعني في المسار ديال التدريس وفي المسار ديال المهام المقوله للمدرسه اليوم. هو في الحقيقة بالنسبة للأطور ديال الأكاديميات هو ما كاينش هناك إشكال، هذا الإشكال اللي كاين هو إشكال مفتعل
وناتج على سوء فهم وسوء تواصل احيانا ما بين المكونات ديال اطر الاكاديميه وربما حتى الراي العام ما عندوش يعني الفهم الكافي ديال هذا الموضوع. باش نعرفوا المساله ديال اطر الاكاديميات غنرجعوا شي شويه للور، غادي نرجعوا للبدايه ديال هذا النوع من التوظيف اللي تسمى التوظيف الجهوي اللي بدا خلال السنه الاولى بالتعاقد السنه الاولى بموجب يعني مقرر ما بين وزير التربيه الوطنيه ووزير الماليه، تم توظيف اول فوج على هذا النمط. هذا لماذا اللجوء الى هذه التوظيفات الجهويه؟ هذا هو السؤال اللي خصنا نعرفوه ويعرفوه المغاربه، وشنو هي مميزات ديالو وشنو هي الاهداف ديالو وما هي يعني المحاسن ديال هذا النوع ديال التوظيف. هو اولا وقبل كل شيء نبدا نذكروا على ان الوضع التعليمي الموسم الدراسي 2015-2016 في البداية ديالو كانت المؤسسات كتعرف واحد النوع ديال الاكتظاظ. هذا الاكتظاظ كان مثير للانتباه احيانا وكانت املته بالدرجه الاولى ندرات الموارد البشريه. هذه ندره الموارد البشريه هي كاين واحد ندره طبيعيه نظرا لقله التوظيفات، وكاين واحد الندره اللي فيها اللي كتجي بفعل فاعل يعني من خلال التدبير. لان ما نساوش بلي الحركات اللي كانت انذاك من الحركه الوطنيه كانت تعمل على تكريس الموارد البشريه في اماكن الاستقطاب في المدن الكبرى على حساب المناطق ذات الخصص. الشيء اللي تيجعل هذيك المناطق ذات الخصص كيكثر فيها يعني الاقسام المكتظه والاقسام المشتركه، الشيء اللي يجعل ان المؤشرات التربويه يعني تعرف واحد تدني نسبيا. تم التفكير والاهتداء الى التوظيفات الجهويه لضمان استقرار الموارد البشريه على مستوى الجهات. هذا جاء اولا لتفعيل مضامين الجهويه المتقدمه واللي كيرص عليها الدستور ديال المملكه، ثم ثانيا لتفعيل القانون 0700 اللي بموجبه تحدد الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين واللي كتنص في الماده ديال 11 على امكانيه الاكاديميه توفر على موارد بشريه. اذا كان الهدف هو معالجه الاشكالات اللي كانت تطرح في التمرس، ثم الهدف الثاني هو تنزيل يعني المفاهيم ديال الجهويه. وحنا كنعرفوا باللي القطاع ديال التربيه الوطنيه هو القطاع الاول اللي تبلورت فيه الجهويه، لان الاكاديميات راه تحدثت بالصيغه ديالها الاولى يعني خرجت في 2003 والقانون صدر في عام 2000. اذا هذه 20 سنه ديال التطور في مجال تنزيل المفاهيم الجهويه. لكن بعد الدستور ديال 2011 اللي بدينا تنهضروا على الجهويه المتقدمه، اصبحت هذه المؤسسات هذه يعني ملزمه باش يكون عندها موارد بشريه ديالها قاره داخل الجهه باش يمكن لها تجاوب مع المتطلبات والحاجيات ديال التمدرس. من بعد 2016 تم توظيف واحد مجموعه الافواج على مستوى الاكاديميات، تطرح هذا الاشكال ديال التعاقد ماشي التعاقد الى غير ذلك. لكن الهدف الاول كان هو تمكين اكاديميات من الموارد ولكن بموظفين جهويين. هاد الموظفين الجهويين في عام 2019 بالضبط بعد التحضير يعني النظام الاساسي خاص بهذه الاطر اللي تم المصادقه عليه من طرف المجالس الاداريه للاكاديميه، اصبحت بموجب هذا النظام الاساسي هذه الاطر هذه لها نظام اساسي شبيه الى حد كبير بالنظام الاساسي المعمول به بالنسبه لباقي الفئات من الموظفين اللي داخلين في النظام الاساسي ديال وزاره التربيه الوطنيه. فيه جميع الحقوق وكاين ايضا جميع الواجبات، ما كاين حتى شي فرق ما بين النظام الاساسي اللي كنشتغلوا به مع الموظفين اللي تنتمي للوزاره ومع الموظفين الجهويين اللي تابعين الاكاديميه. موظفين قارين مرسمين ممتعين بكل الحقوق، تياخذوا الاجر ديالهم، تياخذوا الترقيه ديالهم، عندهم لاسيرونس ديالهم، عندهم يعني جميع الحقوق ديالهم كلها مصانه بموجب هذا النظام الاساسي. وبالتالي هو كان واحد سوء فهم، اعتقد هذا السوء فهم هو الذي ادى واحد النوع ديال الحركات المطلبيه اللي تنشوفوها
اللي في الحقيقة وفي رأيي كمسؤول لا أجد لها مبررا، لأن لك الهدف بالنسبة لنا حنايا هو التشغيل، وتشغيل القار حسب الرغبة، لأن تم إعلان عن مباراة تم التجاوب معها. اليوم الناس كيشتغلوا وفق إرادة ديالهم والرغبة ديالهم، ما كاين حتى شي تضييق من نوع آخر، أي تعامل هو في إطار القانون، وبالتالي حتى شي حق من الحقوق ما تمست. حتى بالنسبة للقائدين بأنه هذا النوع ديال التوظيف أنه فرض لأنه كنا في حاجة إلى يعني الحصول على شغل، لأننا في فئة كانت تحتاج إلى ذلك. حنا يمكن نقولوا باللي دعوة التوظيف هي لا تستهدف فئة اجتماعية دون أخرى. الفئة ديال الدعوة إلى التوظيف في إطار الأطر الأكاديمية هي دعوة موجهة لجميع أبناء المغاربة، كيف ما بغى يكون المستوى ديالهم الاجتماعي، كيف ما بغى يكون المستوى ديالهم الاقتصادي. إذن هو التوظيف ليس موجه إلى فئة اجتماعية هشة دون أخرى. بالتالي القول بأننا كنا في حاجة وقبلنا بذلك واليوم، هذا أعتقد طرح لا يستقيم. نحن يعني في دولة مؤسسات ودولة القانون، بالتالي كل هذه الأشياء هي كتحكمها يعني قوانين معينة. لحد الساعة الإدارة ملتزمة بكل ما تم التعهد به في البداية ولا زالت ملتزمة. نتمنى أن هذا النقاش يعم داخل يعني الأوساط ديال هذه الفئة هذه، وتعتبر بأن يعني المستقبل ديال التوظيف بالنسبة للتعليم هو مع الأكاديميات الجهوية. والأكاديميات الجهوية ليست مؤسسات منعزلة على مؤسسات ديال الدولة، هي راه مؤسسات ديال الدولة عليها وصاية ديال الدولة، وتعمل على تنزيل السياسة العامة ديال وزارة التربية الوطنية في يعني سياسة الدولة في مجال التعليم. وبالتالي فالكل يشتغل داخل نفس الدولة اللي كتأطرها نفس الحقوق، وعندنا نفس الدستور، وعندنا نفس الآليات اللي كتحكم هذا العمل هذا. وبالتالي فما يمكنش نقول باللي أن العمل مع يعني داخل الأكاديميات سوف يفقدون أشياء كان الآخرين يستفيدون منها على المستوى الوطني. إذن المستقبل هو مع التوظيفات الجهوية. وبالتالي كنعتقد أنه اللي بطرح لنا اليوم هو أننا نعتزوا بالمهنة اللي كنمارسوها ونحبوها، لأنه اللي ما يحبش المهنة ديالو وما يعتزش بها ما يمكنش ينجح فيها. بالتالي فالنجاح ديالنا هو أنه مرهون باش نطوروا يعني المستقبل ديالنا المهني هذا الاتجاه هذا، نخدموا الناشئة ديالنا، وكل شيء في البداية كيف ما بغى يكونوا الموظفين، جميع الموظفين البداية كتكون دائما صعبة، شحال الناس بداو بواحد التوجه معين وصبحوا في الاخر يعني كيمارسوا مهام اخرى، مسؤوليات الى غير ذلك. وبالتالي هذه المحطة هذه هي محطة انتقالية في اتجاه اننا ننتقلوا الى مستقبل افضل داخل القطاع. العلاقة الحمد لله مع النقابة التعليمية جد ممتازة، جد طيبة. طبيعة الحال شركاء ديالنا راه كتربطنا معاهم علاقات مؤسساتية، كتنظمها مذكرات وزارية خاصة المذكرة 103. حنا ما كنتلقاوش غير ما هو مؤسساتي، راه الإدارة ديما المكاتب ديالها مفتوحة. النقابات مشارك أساسي، راه عندهم ارتباط يومي يعني بالإدارة سواء على المستوى الجهوي أو المستوى الإقليمي، تعاطي مع القضايا اليومية ديال رجال التعليم والحاجيات ديالهم. احنا متفاهمين احيانا بعض يعني الشركاء في مرحله معينه، يعني قد الحده ديال الخطاب قد تسبو قد تنزيل حسب الظرف اللي كنمر منه، ولكن نتفهم ذلك. لكن في الاصل يعني العلاقه جيده في اطار نصوص تشريعيه اللي كتحكم العلاقه الاداره مع النقابه التعليميه. هو واش كان انسحاب ولا كان سوء تفاهم ولا كان التزام؟ وما كان حتى شي حاجه بهادشي كامل. هذا الخبر هو كان خرج من عند الموقع ديالكم في الصرخه اللي دائما تحترموها كما قلنا تحترموا المسؤوليه. هو ديال بعض الصحفيين وبعض الناس اللي كانوا خارجين العلاقه مع السلطات لا الجهويه ولا الاقليميه هي علاقه ممتازه. حنا كنعرفوا المهام اللي كتمهام السلطات الجهويه والاقليميه، حنا كنعملوا كفريق
اللي كيهمنا هي المصلحه العليا ديال البلاد، المصلحه العليا ديال الجهه. يعني اللي كيهمنا هو انه الفريق انه تحقق النتائج المرجوه داخل الجهه ولا تكامل. وما لقينا في السلطه سواء الجهويه او الاقليميه الا العون والسند دائما. كاين واحد العلاقه ديال الاحترام وديال التقدير المتبادل، يعني هذه يعني شهدوا بها الفريق. كاين واحد المساعده، ما عمر شي حاجه كانت من هذا الشكل. هذا المساله اللي اثيرت عبر الصحافه هي كنغتنمها فرصه باش نقول انها لا اساس لها من الصحه اطلاقا، بحيث انه النشاط اللي كان في الولايه واللي اثير بانه كان هناك تدشين شي مركز للفنون على الساعه 11:45 دقيقه، هذا النشاط يمكن يكون تم نشتو في الاعلام. الاكاديميه ولا مدير الاكاديميه لم يستدعى ولم يخبر ولم يحضر حتى ينسحب، لا علم له بذلك. وبالتالي كيف نقول بان المدير انسحب من نشاط؟ انا ما علاش غنسحب من نشاط، بالعكس هذه مفخره ليا انني نحضر وكنشوف واحد المنشاه كتزاد في بلادي وكتزاد في الجهه ديالي اللي انا كنحظى بالشرف الخدمه ديالها. بالتالي هذا لا يمكن الا ان يفرحني. انا ما نكرهش يكون يوميا انشطه ديال تدشين منشات الى غير ذلك، لانه يعطيني قيمه مضافه وتنقول باللي البلاد ديالي تزاد فيها يعني مؤسسات بنايات ومنشات الى غير ذلك. لا يمكن للمرء الا ان يفرح وان يسعد بهذه اللحظات ويحضر فيها، فما بالك لانه يحضر سواء كانت هناك شي اكراهات معينه. احنا مدبرين، احنا مسؤولين يعني، ولكن هذا الواقع اللي كنهضر عليه دابا لم تحدث اطلاقا. بالنسبه للتعليم الخصوصي هو كيشهد واحد التطور نوعي في السنوات الاخيره، من حيث انه لحد الساعه وصل العدد ديال المؤسسات التعليم الخصوصي بهذه الجهه 273 مؤسسه. وفي اطار التنزيل ديال المشروع رقم 7 الذي يعنى بالتطوير للخدمات ديال التعليم الخصوصي، لان التعليم الخصوصي كما هو يعتبر شريك للتعليم العمومي، لانه يساهم في يعني توفير الخدمات التربويه للتلاميذ، بحيث انه على المستوى الوطني راه كيساهم بحوالي يعني تمدرس ديال 1 مليون تلميذ. على مستوى الجهه ما يقرب على 68,000 تلميذ اللي كتمدرس اليوم في التعليم الخصوصي، اذا هو شريك اساسي بالنسبه لنا. كتجمعنا معاه يعني علاقه متميزه مع المؤسسين وعلى مع القطور اللي كتسير طبعا في اطار القانون. العلاقه مع الاكاديميه هي علاقه كتربطها القانون، يعني كنضمها القانون 06. هذا القانون 06 اللي هو اليوم يعني قيد المراجعه باش يعني يضمن اصلاح بعض النقط اللي بقات غامضه في السابق، خاصه ما يتعلق منها بالتامين بالمستحقات ديال هذه المؤسسات هذه الى غير ذلك. الاكاديميه لا تتدخل فيما يتعلق بالعلاقه مع اولياء امور ديال التلاميذ، كتربطها مع العلاقه فيما يتعلق بما هو تربوي بما هو بيداغوجي. نحرص على ان تطبق في هذه المؤسسات نفس البرامج نفس المناهج نفس الكتب المقرره، ثم فرض يعني المراقبه على الكتب الاضافيه اللي كتضاف وبعض الاشياء من هذا القبيل. بالتالي فالعلاقه جد عاديه مع المؤسسات التعليم الخصوصي. فيما يتعلق بالجوانب الماديه ما كندخلوش فيها، كنخليوها هي علاقه اللي تدخل في الاولياء مع المؤسسات. فيما يخص التوسيع ديال مقر الاكاديميه، التوسيع عملته ظروف موضوعيه، لان الاكاديميه اللي كانت سنه 2003 ماشي هي الاكاديميه في سنه 2021. المهام اللي كانت انذاك ماشي هي المهام اللي كاينه دابا، بل اليوم الاكاديميه راها فيها اكثر من 21 مصلحه وقسم اللي كتشتغل، بينما في السابق ما كانش هذا العدد، بالتالي كانت الفضاءات كافيه. اليوم عندنا واحد مجموعه المصالح اللي كتشتغل على برا، منها مصلحه تعطير المؤسسات، مصلحه تدبير الموارد البشريه، عندنا المركز الجهوي للتوثيق حتى هو على برا، يعني واحد عدد المصالح اللي ما تنعرفوهاش كيفاش كتدبر على المستوى اليومي. وبالتالي كان لابد من التفكير في يعني في توسيع الفضاء ديال الاكاديميه باش يمكننا نجمعوا المصالح وندخل الفضاء ديال الاكاديميه. هذا بالاضافه الى مهام اخرى اللي كترتبط بالتدبير اليومي
ديال الاساتذه اطر الاكاديميات، لان اليوم الاكاديميه كتادي الاجور ما يقرب يعني 6050 استاذ واستاذه بالاضافه للمتدربين، وبالتالي كان لابد من احداث بنيات خاصه بهذه بالاضافه لتتبع المسار ديالهم المهني، الترقيه ديالهم، الوضعيه ديالهم الاجتماعيه، وبالتالي هناك يعني بنيات اداريه احدثت وما عندناش في البلاصه يمكن دار، وللتخفيف من الاكتظاظ الحاصل والتجميع يعني المصالح داخل الفضاء الاكاديمي، كان لابد من التفكير في يعني في بناء واحد الفضاء اللي كيضم على الاقل واحد القاعه كبرى ديال اللي يمكننا نضموا فيها المجلس الاداري، نضموا فيها لقاءات ديالنا كبيره، بحيث ان الاكاديميه نظمت مره واحده المجلس الاداري الفضاء ديالها نظرا لاكراس وفي ظروف صعبه، يعني ما يمكنش يعني اكاديميه ما تكونش كتوفر على قاعات ديال اجتماعات كبرى يمكن ان تضم اجتماعات ديال المجلس الاداري، وفي هذا الاطار كان لابد من التفكير في توسيع ديال الاكاديميه واحداث بنايه جديده. لكن بالنسبه للمبلغ اللي كيتداول هو غير صحيح تماما، واحد المبلغ جد بسيط في اطار صفقه معلن عنها فيها تنافس وطني، هي الان بنايه ستكون ان شاء الله جاهزه مع نهايه شهر 6 ولا شهر 7 غادي تكون جاهزه، وبالتالي جميع المصالح غادي تكون عندنا مجمعه داخل الفضاء ديال الاكاديميه. كلفه ديالها كما يخرج انا الكلفه ديال مليار، الكلفه ديالها كتقدر ب 4.7 مليون ديال الدرهم، 4.7 مليون ديال الدرهم هي كلفه، يمكن الا كانت ديال المليار تكون ديال المليار، كانت جوج غتكون جوج، ماشي زعما المبلغ غير محرج، لان المبلغ يتماشى مع البنايه خاصه المنافسه اللي تمت انذاك، لان كانت مبرمجه دازت المجلس الاداري ديال 2018 سنه 2018 وصادق عليه المجلس الاداري وصادق عليه في يعني على مستوى الوزاره وصادق عليه في وزاره الماليه، وبالتالي لا اشكال لنا في هذه المسائل هذه، وكانت صفقه معلن عنها في البوابه ديال الصفقات العموميه، وكانت المنافسه في هذا المجال هذا، بالتالي فالقيمه ديال هذه الصفقه كانت وصلت 4.7 مليون درهم.